السلام عليكم خوتي خوتاتي، مرحبا بكم عندنا في قناة عبد الله البركاني. اليوم جينا هنا العربية عند شي لافامي، وقلنا علاش ما ندير لكمش واحد الفيديو من هاد البلاصة. وهاد البلاصة كما شفتوا معانا منطقة تاع الزرايب، زرايب مداغ ومعروفة بالفلاحة. كما راكو تشوفو معانا كاين الخيرات، هادو الشجر نتاع الليم، كاين هاد الكرمة، هي كاين شي سفسفتاي هومك. المهم العربية زينة، ما كانش بحال الجو ديالها، جو الطبيعة الخلابة كيما يقولو، والهواء النقي. ايوا حنا رانا نصورو لكم هنايا كما راكم تشوفوا معانا، نشاركوا معكم هاد المشاهد ونتمنى يعجبوا لكم. كما راكم تشوفوا هادي توتا، توتا قديمة شحال عندها من عام، هاد الكرمة وهاد الشجرة نتاع الصفرجل. هذه البطاطا، البطاطا راه وقتها راهم يقلعوها، راهم يحفروها، وهذه وقيلا مازال في هذه الايامات ان شاء الله يبداو فيها، عاد خضره شويه. هذه كاع بطاطا تبارك الله، كل شيء كما راكم تشوفوه، داروا مساحه كبيره تاع البطاطا. العربية الجو نقي، وحتى الجلسة فيها تحلى، يعني من تكون في العربية تحس بواحد، يعني يحس الإنسان، يحس بالراحة التامة. سعدات اللي عنده شي دار في العربية بحال هكا. ايوا نتمنى يعجبوكم هاد الفيديوهات اللي راني ندير لكم في قناة نتاع عبد الله البركاني، ومادام بكم الدعم وتدعموا هاد القناة وتزيدوا بها القدام، راه تستاهل كل خير، وكتجيب غير الحاجة المزيانة والحاجة النقية. وكل مرة كندير لكم فيديو في ما شفنا شي بلاصة مزيانة وعجبتنا، انا والاخ عبد الله كنديروا لكم، يعني نحاول ندير لكم فيديوهات يكونوا في المستوى ويكونوا زينين، ونتمنوا يعجبوكم، ونتمنوا لكم تدعموا القناة وتزيدوا تدعموها. يعني القناة واخا هكا راه ما بايناش بزاف، يعني خصها تبان، خصكم تزيدوا تدعموا. ومادا بكم تكتبوا الكومنتيرات وتكثروا اللايكات، دوك اللايكات راهم مزيانين كيبينوا القناة. مادا بكم اللي تفرج زعما في الفيديو هذا، هذا به ديال لايك. هذا كيما راكم تشوفوا البيطراف، ها هو البيطراف، عطنا هاد المساحة منا دايرينها كاملة بيطراف.
كيما قلت لكم البطاطا ها هيك، وفارقهم الطريق. ديك الجهه داروا فيها البطاطا هاي كامله بطاطا، وهاد الجهه عاوتاني دايرين فيها البيض. راه هو البيطراف هذا هو الشهر ديالو، غادي يبقاو يقلعوه. والبيطراف راه كما قلتو البيطراف راكو عارفين هو يديروا به السكر، يعني كاع السكر على اشكاله، تاع يديروا به سنيد، هذاك الكاسي القالب، يعني هذا هو البيطراف اللي كيخرجوا به السكر. ايوا نتمنوا حنايا يدعموا الفلاح الصغير، نتمنى بالمسؤولين يشوفوا في الفلاح الصغير ويدعموه باش يزيد حتى هو يخدم ويعطي المنتوج. ونبغيو الخير لبلادنا. تبارك الله، واحد العوار هي صوت، والانسان يحس بواحد الراحه، راحه النفس كما كيقولوا. المهم الطريق اللي رانا فيها تدي البركان، الى مشينا منا غادي نخرجوا في طريق الكودرون يعني اللي تدي البركان، ومن هاد الجهه هكا غادي ندور. هادي من دي سيدي حصحاص، اللي يعرف سيدي حصحاص من تخرج سيدي حصحاص. ها الطريق المنجوره هنا، هادي هكا يمشي مع بنادم النيشان ويخرج سيدي حصحاص. هاد السطر منا كاع زيتون، هذا منا كيما تشوفوا هاد الطريق منا داروها كاع زيتون، هاد الطريق اللي تدي للدار كاع زيتون منا تبارك الله. ومنا على جنبو داك البيطراف اللي صورتو لكم ديك الجهة، وراني نصورو لكم دوك هاد الجهة منا. هادي منا ديك الساقية اللي كيسقيو بيها منا كيتلقو الماء باش يسقيو هاد البيطراف. المهم انا راني عاد نتمشى بكم ونصور لكم تقريبا هاد البلاصه منا كامله داروا فيها البيطراف بزاف والبطاطا. وكيصدق سبحان الله البيطراف كيسبق كيصدق بزاف هاد المنطقه، المنطقه تاع الزريب اللي قلت لكم. ايوا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي راني نصور لكم.
كما راكم تسمعوا الموتور راه جبد نتاع الماء، راهم يسقيو البطاطا. كما شفتوا معنا هذا الفران التقليدي اللي كانوا يخبزوا جدودنا وحبابنا، وكاين اللي راه عاد دايرو يخبز فيه، يجي الخبز ديالو مخير، يجي الخبز ديالو واعر. ايوا المهم الجولة ديالنا كملت كما قلت لكم، والسلام عليكم.
كما راكم تشوفوا مور الدار دايرين هاد الجريده الصغيره، دايرين فيها شويه القصبار المعدنوس، هاد الصفصافات الجوج اللي دايرين هنايا، القرعه هادي كيما راكو تشوفو الفصة، دارو هنا الفصة على حساب الغلام طبقار، المهم المشية اللي عندو شي مشية القناين، هادي كلشي داروها من الفصة تبارك الله. كما راكم تشوفوا الفرينه يبست، راهم يستناو غير يحصدوها، راه قريب الحصد ديالها. الحمد لله هاد العام سلك الزرع والفرينه فشي بلايص كما راكم تشوفوا معانا. هذا ما سقاوهش يعني دوك تساقطت المطريه اللي عطاها سيدي ربي يعني، وسلكت هذه فرينه كما قلت لكم ماشي زرع. هذه راه طعمواليها، راني نصور لكم غير من الشباك. المهم خوتي خواتاتي، هنا نقول لكم بالسلامه وفي فيديو قادم ان شاء الله، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي درناه في العربيه. كما شفتوا العربيه زينه، فيها المناظر عجيبه وخلابه، وداك الشيء قديم